حضرتك مداخله مع الكابتن عبد الحليم عبو سنتر بلوك الفريق. اهلا بيك عبد الحليم. اهلا بيك استاذ. قول لي وصلت بالسلامه ولا لسه؟ خلاص انا داخل على البلد. طيب توصل بالسلامه والف مليون مبروك. الحقيقه يعني انت كنت هايل الحقيقه. مبروك للنادي الاهلي ومبروك لمجلس الاعضاء ومبروك لجمهور النادي الاهلي. انت يعني شكلك في الملعب بامانه لعيب اوروبي الحقيقه. انا بكلمك يعني ستايلك بطولك ب ب ب ب شكلك يعني في الملعب بستايل يعني جميل ومنتظرين منك كتير يا عبو. الحمد لله على مكتب الكوره ديت. بس يعني الشنطه معاك. الناس عارفه بحليم عبو بس السنه دي انا يعني مش مبسوط من المستوى بتاعي لان في شويه دروبات عندي شويه اصابات عندي شويه مشاكل فمش عارف كده برضو مش حليم عبو للناس لا مين. طب انت خليك بس كده يا حليم وهاتينا كل مره بطوله افريقيا واحنا راضيين بس بالمستوى ده ما عندناش مشكله. انا زعلان على نفسي حتى ممكن هو الكابتن خدم انا عارف الكابتن اليوم عارف والناس اللي عندك كلها عارفه ان ده مش شاب حليم بتاع السنه اللي فاتت ولا السنه اللي قبلها بس الحمد لله كده حاجات بسيطه بس في ظل الكلام ده كله الحمد لله ان احنا ناخد الدوري وناخد وان شاء الله باذن الله الكاس ان شاء الله الثلاثيه السنه دي ان شاء الله. وخلي بالك يا ابو حليم انت لعيب مؤثر في نادي الاهلي ولعيب مؤثر ايضا في منتخب مصر رب. وعليك حمل كبير. خد بالك انت مجهود الماتشات برضو انتوا ما بتلحقوش تريحوا يا ابو حليم ولا ايه رايك؟ كابتن عيسى ربنا يخليك. هي المشكله بس ان عندي مشكله ان الركبه وطوره معروف للدكاتره يقولوا ما فيهاش حاجه. طب الركبه وطوره من ازاي؟ طب الرش ده من ايه؟ صحيح يعني هي مشكله بصراحه يعني بقى لي 3 شهور مش عارف حل يعني هم قالوا اخر ما نسوا يعني هخش نعمله منظار استكشافي فمش عارف بقى ربنا يستر بعد الموسم كده اشوف هنعمل ايه ان شاء الله. ان شاء الله تبقى زي الفل مش هيبقى فيها حاجه باذن الله ولو في حاجه تبقى حاجه بسيطه. بس قول لي يعني انت يعني الموسم ابتدى عبد الحليم وكنا عندنا طموحات كبيره وعشناها مع بعض كنا عايزين دوري والحمد لله اتحقق عايزين افريقيا واتحقق. يعني كنت شايف الموسم ازاي يا عبد الحليم؟ كنت شايف ان احنا ممكن نحقق ده ولا كنا محتاجين برضه سنه زياده؟ لا والله احنا المفروض يعني هو احنا كنا المفروض نحقق الكلام ده من السنه اللي فاتت بس هو توفيق من عند ربنا ان احنا ما خدناش الدوري بس الحمد لله قدرنا نكمل ناخد افريقيا. هي كانت الفرقه كلها الحمد لله ماشيه بسيستم كويس. كان كابتن ميدو ماشي معانا بنظام كويس تمرين كنا معانا اللعيبه كلها على مستوى عالي كنا مدعمين الفرقه. كان محمد عبد المنعم موجود ومحمد عادل موجود وكان معانا محترف كويس فكنا السنه اللي فاتت كنا ماشيين كويس والحمد لله بس قدر الله يعني خسرنا الدوري بتاع شوط بس قدرنا ناخد افريقيا وبعد كده رجعنا افريقيا ومنع المصاب فبرضه بطوله الكاس دي راحت علينا. هي السنه اللي فاتت ما تختلفش عن السنه دي حقيقه لان برضه السنه اللي فاتت زي السنه دي دعمنا عبد الله على السلام وجبنا شكر المحترف من تونس وكنت دايما ماشيين على نفس المستوى مستوى التدريب البدني ومستوى التمرين الفني وماشيين واحده واحده بس ان شاء الله الحمد لله على كده يعني ان ربنا ما ضيعش تعب السنه اللي فاتت يعني طبعا الناس تعبت الناس تعبت اللي عليها فلازم ربنا يوفقنا بالدوري لازم ربنا يوفقنا بافريقيا وان شاء الله برضه ربنا يوفقنا بالدوري الكاس عشان الناس كلها تعبت. طب قول لي يا ابو حليم يعني الشنطه اللي اتاخدت منها اخبارك ايه؟ اخبارها ايه؟ لا لسه مش شنطه هتجي لي على البيت حالا يبقى بحق عبد الحليم عبو عمدة بلدهم اصلا عشان تبقى فاهم. انا كلمت العمدة الضغط ماسك طلع غرفه راح يجيب الشنطه. احنا عايزين الشنطه تخصنا بعد اذنك الشنطه دي تخصنا. كابتن عيسى انا بكره موجود في التمرين ان شاء الله مش شنطه. بس كده وده الاساس. مش شرط يبقى عبد الحليم عبو كده مضرب في السوق. لا انت مين ده انت عمدة بلدك وعايز اقول لك كمان ان انت يعني عايز اقول لك ان احنا متاكدين الشنطه جايه خد بالك مفيش هزار وهنطلع بكره وهنجيبك مداخله بكره يا عبد الحليم نتاكد الشنطه رجعت ولا لا. ان شاء الله. المهم انت بخير يا ابو حليم دي اهم حاجه طبعا اهم حاجه انت بخير ودايما يعني متالق ودايما نجم في الفريق ونتمنى لك كل التوفيق عبد الحليم عبو طبعا نجم الفريق. طبعا سلام كبير للضيف اللي عندك اللي هو خالد ابو زينه باين على محطكت والكابتن جمعه محمد كابتن محمد معوض وكابتن حسن وكابتن محمود جمعه معايا دلوقتي في الاستوديو. الرائد جمعه سلمنا على الرائد جمعه والنجم محمد معوض والكابتن حسن اللي مودينا في داهيه. حبيبي يا عبو توصل بالسلامه ان شاء الله وبشكرك. طبعا بشكر الناس اللي موجوده معاك ناس محترمه وربنا يخليهم كده ويديك على خير ان شاء الله. ان شاء الله بشكرك شكرا جزيلا وتوصل بالف سلامه عبد الحليم عبو نجم الفريق وسنتر بلوك الفريق وسنتر بلوك مصر توصل بالسلامه ان شاء الله وان شاء الله تلاقي الشنطه اللي اتاخدت منك عبو باذن الله. خلينا